السلام عليكم، اهلا فيكم في كيتيو فيديو جديد وحيوانات تلتقي باصحابها بعد غياب. فيديو اليوم خيالي، انا مصدوم بصراحة لدرجة فوق الخيال. يلا مع بعض على الفيديو. يعني بصراحة مش متوقع انه ممكن تكون حيوانات، بغض النظر قطط وكلاب، ولكن حيوانات تكون يعني متوحشة او مفترسة وتصبح اليفة لهذه الدرجة. شوف كيف الاسود ممكن تلتقي باصحابها، ردة فعلها انا عن جد ما تخيلتوش. يعني هذا الشيء ما نشوفوش حتى مع الحيوانات نفسها، فكيف تعاملها مع البشر سبحان الله مختلف. يعني هذا البطريق ردة فعله وتعبيره لا يوصف. كيف ممكن يكون حيوان يمتلك مشاعر بهذه الطريقة؟ يعني الفيديو مليء بحيوانات مختلفة، وكل حيوان بيعبر عن فرح ومشاعر بطريقة كثير حلوة. شوفوا كيف الكلب هذا بيعبر لصاحبه بفرحة، فرحة لا توصف. يعني الكلب من الحيوانات الأليفة، ولكن بغض النظر هناك حيوانات مختلفة تماما مثل هذا الحيوان المفترس أصبح أليف. كيف؟ سبحان الله العظيم، يعني شيء خيال، شيء عجيب. وهذا الشيء بيثبت إنه جميع الحيوانات ممكن تصبح أليفة، ممكن تصبح يعني تتعامل مع البشر وتعبر للبشر بمشاعر وأحاسيس. سبحان الله، يعني هذا، شوف هذا المقطع معي، شوف المقطع هذا. هذا الكلب، الشرطة هون أخذت صاحبه، صاحب الكلب هذا الآن في بوكس السيارة بتاعت الشرطة. الغريب إنه ضلوا لحق سيارة الشرطة إلى أن الشرطة أوقفت السيارة واضطرت إنها تحط الكلب معهم جوا. يعني شوفوا كيف، سبحان الله، يا الله. وهذا صغير الفيل هنا برضه، سبحان الله، كيف يعني حتى يسمى عيثوم صغير الفيل، ولكن هون كيف عبر على فرحته لصاحبه هذا برجعته وعودته، سبحان الله. وهذا الشبل هون برضه، اللبوة بتعبر لصاحبها هذا بعودته، بتعبر له بفرحة كبيرة إنه أنا مبسوطة برجعتك، وإنه كيف يعني سبحان الله، يعني ما زالت بتكن لهم مشاعر والحيوانات هذا الشيء بدليل إنه الحيوانات أيضا تمتلك ذاكرة، بدليل إنهم ما بتنسى الشخص اللي رباها، ما بتنسى ريحته، ما بتنسى شكله، سبحان الله. وهذا هنا برضه، هذا المقطع حزين شوي. هذا الأسد كان في وضع صعب، فجأة شخص واعتنى فيه، وفضل الأسد هذا متذكر هذا الشخص اللي اعتنى فيه وكن له كل الحب. أول ما يشوفه سبحان الله بيجري عليه وبعبر على الفرحة والانبساط بعودته. يعني فكل حيوان له طريقة مختلفة، ولكن جميعهم بيمتلكوا أحاسيس كثير حلوة. شوفوا هذا الحمار أعزكم الله، كيف يعني فرح بعودة هذا الشخص إلى يعني إليه، سبحان الله. ف يا الله، هذا المقطع عجيب. هذا المقطع يعني شخص واقف في وسط النهر زي ما انتم شايفين، بس بنادي بأصوات مختلفة، فبيجي قطيع الفيلة يعني مهرول وبسرعة إلى هذا الشخص، فرحين بعودته، فرحين بلقائه، سبحان الله. وهذا الشيء عجيب. يعني هذا الشخص أيضا بيلتقي بفرس النهر، إنه فرس النهر برضه من الحيوانات الأليفة، سبحان الله. كان هذا مقطع اليوم، إذا عجبك المقطع لا تنسى دعمي بلايك واشتراك وشير وكل التحية، وسلامات.